جزاكم الله خيرا. يقول السائل: رجل اعتمر ثم تطيب ولبس ملابسه قبل أن يحلق وهو ناسي، فما هو الحكم؟ إذا كان ناسيا لبس ملابسه محرم متطيب نسيانا ليس عليه شيء، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطانا، وعليه أنه يكمل عمرته، لكن يخلع الملابس المخيطة، يخلعها ويغسل الطيب الذي تطيب ويعيد عليه ملابس الإحرام ويؤدي العمرة.